من المواقع المحلية، سوق سوداء ضخمة للغاز المنزلي في صنعاء بقيادة حوثية. ومن موقع العرب الجديد، نساء يفتتن الأحجار في اليمن. ومن الأخبار المنوعة، بريطانيا تحاكم أبا أرسل 280 دولارا لابنه المسجون في سوريا. أهلا بكم. من يصلون إلى المخيمات يعتقدون أنهم أصبحوا في مأمن من الموت، إلا أن لميليشيا الحوثي رأيا آخر، فقذائفها لا تفرق بين موقع عسكري أو مخيم مدني. وعنونا موقع الصحوة نت: الحديدة، إصابة طفلين نازحين بقصف حوثي على مخيم بالخوخة. وقال الموقع أن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ كاثيوشا أحد مخيمات النازحين في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخ كاثيوشا على مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة، وأسفر عن إصابة الطفلة انتصار عبد الله زهير البالغة 9 أعوام، ما تسبب في بتر ساقها. كما أصيب شقيقها عبد الرحمن عبد الله زهير بجروح خطرة. وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الطفلين إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الإسعافات الأولية. وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت مطلع أكتوبر الماضي مخيم بني جابر في مديرية الخوخة بثلاثة قذائف أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من سكان مخيم النازحين، معظمهم من النساء والأطفال. دعت السلطة المحلية بمحافظة الجوف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إلى زيارة المحافظة، ولكن لماذا هذه الدعوة؟ ويوضح موقع المصدر أونلاين بأن ألغام الحوثيين تفتك بالمدنيين في محافظة الجوف، والسلطة المحلية تدعو مبعوث الأمم المتحدة لزيارة المحافظة. وفي مؤتمر صحفي عقده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، قال عبد الله الحاشدي وكيل المحافظة إن الميليشيات الحوثية خرقت اتفاقية أوتاوا التي قضت بمنع استخدام وتركيب ونقل وتخزين وإعادة تصنيع وتطوير الألغام. وأوضح عبد الهادي العصار مدير حقوق الإنسان بالجوف: لن تنتهي معاناة أبناء الجوف بتحرير الأرض من الميليشيا، فالتركة من الألغام التي طمرتها تحت الأرض تحتاج إلى سنوات قادمة لنزعها، وستبقى تهدد الحاضر والمستقبل. وأشار العصار إلى أن إتلاف نحو 15,000 لغم مضاد للمركبات والأفراد وعبوات ناسفة وقذائف من قبل الفرق الهندسية بالمنطقة السادسة. تخفيض التواجد العسكري للإمارات قد يعزل السعودية في اليمن. تحت هذا العنوان كتبت إلينا دي لوجر مقالها المنشور في موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. غالبا ما يقول القادة العسكريون في الإمارات العربية المتحدة إن شعارهم هو إصلاح المشكلة أو الخروج منها، فمن وجهة نظرهم إن الخيار الأسوأ والتريث والمجازفة في دخول مأزق من دون مخرج حين تستبعد الظروف إمكانية إيجاد حل عسكري. فمنذ أن تم طرد الحوثيين إلى حد كبير من جنوب اليمن قبل عامين، دارت المعركة الأساسية للإمارات مع المجموعة المدعومة من إيران في الحديدة، ومع توقف المعارك الكبيرة هناك في الوقت الذي تركز فيه الأمم المتحدة على المفاوضات، يرى الإماراتيون أن استمرار تواجدهم في اليمن لا يشكل سوى ذلك النوع من التريث الذي يريدون تجنبه. وهكذا بدأوا عمدا بسحب قواتهم من معظم أنحاء البلاد مستثنين قواتهم الخاصة بمكافحة الإرهاب. المصادر تقول إن الوحدات الإماراتية أصبحت 100% تقريبا خارج مأرب و 80% تقريبا خارج الحديدة، ويتبدأ بالانسحاب من عدن تاركة الرقابة المحلية إلى القوات اليمنية التي دربتها، أي الحزام الأمني وقوات النخبة. تعتبر الإمارات أن تخفيض تواجدها العسكري هو ليس فقط بسبب الإرهاق من الحرب، ولكن أيضا بسبب اكتمال مهمتها إلى حد كبير في الجنوب، وتولي مفاوضي الأمم المتحدة مسألة النزاع مع الحوثيين بدلاً من القوات العسكرية للتحالف.
من شبه المؤكد أن قرار الإمارات يتسبب في توترات مع الرياض التي يتعين عليها الآن إعادة التفكير في نهجها الخاص المعتمد في الحرب. فسابقاً كبت الإماراتيون شعورهم بالإرهاق من الحرب وواظبوا على الحفاظ على جبهة موحدة مع السعوديين، وسيكون أي انشقاق مشابه بين الشريكين الخليجيين مثار قلق إنما غير مفاجئ. تغيب اسطوانات الغاز المنزلي من الأسواق، فيستغل قادة حوثيون هذا الوضع ويبيعونها في أسواق سوداء وبأضعاف أسعارها. عن هذا تحدث موقع يمن مونيتور ويضيف: مادة الغاز المنزلي وعبر اسطوانات تالفة وبأسعار السوق السوداء تباع بشكل رسمي في صنعاء بإشراف مسؤولين في جماعة الحوثي. وكشف مسؤول في جمعية وكلاء الغاز اليمنية ليمن مونيتور أن الاسطوانات الغازية التي تباع في الجولات والشوارع تصل تعبئتها إلى 10 لترات فقط، ويتم إيهام المواطنين بأنها 20 لترا للاسطوانة الواحدة. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن عملية النصب تصل إلى 500 ريال للتر الواحد، حيث تباع الاسطوانة ب 5500 ريال بالإضافة إلى كمية الخطر التي يتعرض لها المواطن، حيث تباع له اسطوانة تالفة يتسرب الغاز منها قد يؤدي إلى كارثة حقيقية للمستهلك. وخلال الفترة الماضية كان الحوثيون يقومون ببيع اسطوانات الغاز للمنازل عبر عقال الحارات بمبلغ 3500 للاسطوانة الواحدة. من جانبه يقول المواطن ماجد الضبيبي: سلطة جماعة الحوثي تجبر اللجان الميدانية الرسمية التابعة لشركة الغاز وغيرها على بيع المادة وبأسعار السوق السوداء. وأضاف: قدمنا نحن أهالي الحارة التي نسكن فيها اعتراضا إلى المجلس المحلي على هذه الآلية والارتفاع الكبير للأسعار، إلا أن أصواتنا مع المجلس المحلي لا تعني لهم شيئا. موقع قناة بلقيس يتحدث عن فاكهة اليمنيين التي تبهجهم ولا تكلفهم مجهودا، وعلق الموقع: التين الشوكي فاكهة بلا مجهود زراعي توفر دخلا موسميا وتبهج اليمنيين. تتميز الفاكهة بطعمها اللذيذ الذي يفضله اليمنيون وينتظرون موسمه لاستهلاكها، ففي القرى يستطيع الناس الحصول عليها من المرتفعات والمناطق المزروعة بالتين في الجبال أو المنحدرات التي تكون فيها التربة أقل خصوبة، وهي فاكهة نبتتها تتجدد بشكل تلقائي دون عناية. يقول الموقع: في سوق شعبي بصنعاء ينتشر كثير من الباعة بعربات متنقلة ممتلئة بالتين الشوكي، ينادون على زبائنهم الذين يجتمعون حولهم للشراء بالحبات، وفي الجانب الآخر من السوق تتواجد كميات أخرى كبيرة على متن سيارات يتم البيع بالجملة. ويقول الموقع أن هذه الفاكهة أصبحت توفر فرصة عمل ومصدر دخل لمئات الأشخاص، وهذا كله نتيجة طبيعية كونها فاكهة تلقى رواجا لدى الأهالي. هذه حقيقتنا تحت هذا العنوان، كتب حسن عبد الوارث مقاله المنشور في يمن مونيتور مضيفا في أجزاء منه: لطالما افتخر اليمنيون بتاريخهم الذي يرونه موغلا في المجد ومكللا بالهيلمان وفائضا بالسؤدد، وتأسيسا على هذا الفخر يتعاطى اليمنيون حاشيشة الاعتزاز وأفيون الإطمئنان، وبالتالي لا يجرؤ أحد على أن يهز هذا الاعتقاد الراسخ لدى اليمنيين بعظمة تاريخهم بأن يشير إلى أن جزءا حميما من هذا التاريخ زائف من الأساس. إن كتابة التاريخ اليمني كانت في جانب منها إما يعتورها الزيف الخالص أو تكتنفها المبالغة الشديدة أو المكياجة البليدة، يستوي في ذلك التاريخ السياسي والحربي والديني والثقافي. وثمة دراسات علمية كشفت الكثير من جوانب هذه الحقيقة، وتصطف اليوم في عديد مكتبات وجامعات العالم عدا مواقع الشبكة العنكبوتية. كما أن العديد من القراءات التاريخية حالها حال معظم الكتابات التاريخية لم تكن أمينة مع مبادئ العلم ومعاييره فيما يتصل بالدقة والأمانة والمسؤولية والموضوعية، فقد أخفى عدد من الباحثين والمؤرخين عديداً من الأسرار التي تكشف لهم أثناء دراساتهم أو قراءاتهم، إغالاً في التمويه على زيف هذا التاريخ أو زيف مؤلفيه،
وقد استمر الأمر على هذا المنوال إلى زمننا التاريخي الحديث والمعاصر، إذ راحت عملية كتابة التاريخ تتلوى تحت سيطرة عدد من أصحاب الولاء لمعتقدهم السياسي أو الأيديولوجي، أو ذوي الانقياد لمصالحهم الطائفية أو السلالية أو الجهوية، أو ممن اقترن بمصلحة نفعية ما على حساب حقائق التاريخ وقواعد العلم وحق الأجيال في المعرفة. إن معظم تاريخ ثورتي 1962 و1963 على سبيل المثال الملقى قبالة بصر الأجيال موغل في الزيف. قس على ذلك معظم المعطيات التاريخية المتصلة بأحداث ووقائع تاريخية جسيمة أخرى مثل استقلال عام 1967 ووحدة 1990، فالكثير من وثائق وحقائق تلك الأحداث وغيرها لا تزال في حالة من ثلاث: إما مطموسة، وإما مدسوسة، وإما ملتبسة. ويعتمد البعض ممن شاركوا في صنع تلك الأحداث أو اطلعوا على مجرياتها أن تظل هذه الحالات قائمة في الوعي الجمعي اليمني لأغراض موغلة في الذاتية أو متصلة بالبراجماتية أو مرتبطة بالمرجعية. تعاود الميليشيا الحوثية طريقة استهداف النشأ عبر المراكز الصيفية التي تنعقد في بعض المدارس الحكومية، وحول الحوثيون مناهج طائفية ضمن أنشطة المراكز التي تنشط في فترة الصيف مع إجازات رسمية العملية التعليمية إلى ساحة عسكرية، حولوها كما تقول صحيفة الشرق الأوسط في تقرير بعنوان: الميليشيات تحول كشافة اليمن إلى أدوات قتال. وتنقل الصحيفة عن مصطفى منصر رئيس الاتحاد العام لأطفال اليمن قوله أن الحوثي يشعر بحجم العزلة الشعبية ويحاول كسرها بتدشين معسكرات للأطفال التي تكون بمثابة منصة للانتحار الجماعي والهروب للجحيم. وأضاف: الدورات التي تعطى في المراكز الصيفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية مليئة بالكراهية وجريمة بحق الطفولة، الهدف منها غسل أدمغة الجيل الصاعد وتحويل هؤلاء الأطفال إلى قنبلة موقوتة. فالمراكز الصيفية الحزبية جريمة بحق الطفولة لأنها معامل لغسل أدمغة الأطفال لصالح قوى شمولية. أجبرت الظروف المعيشية الصعبة نساء في إحدى القرى النائية بمحافظة تعز على العمل في مهن مرهقة جسديا، منها تجذيب أو توقيص الأحجار الصماء لبيعها أو استخدامها، ولا يستطعن التوقف بسبب الحاجة. وتعنون صحيفة العرب الجديد: نساء يفتتن الأحجار في اليمن. لا تتولى المرأة في اليمن القيام بالأعمال اليدوية البسيطة لكسب الرزق فقط، في بعض المناطق تمارس أيضا أعمالا شاقة لا يقوم بها سوى الرجال. في قرية بني مقبل بعزلة ميراب التابعة لمديرية مقبنة بمحافظة تعز تتولى بعض النساء القيام بمهام صعبة إلى جانب الرجال، منهن ربة البيت سبا قاسم 33 عاما التي تتولى تجذيب الأحجار الصماء لبيعها واستخدامها في تنفيذ أعمال خاصة في المنزل. تقول: هذه الأيام نقوم ببناء خزان وأتولى تكسير الصخور. كل أسبوعين أو أكثر أقوم بتفتيت الصخور الكبيرة ونبيع الحمولة الواحدة بمبلغ 15,000 ريال يمني. لم أكن أعمل في هذا المجال من قبل، لكن الحرب أجبرتني. عبد الناصر سيف من أعيان منطقة مقبنة يدعو الجهات الحكومية والمنظمات الدولية للعمل على تأهيل وتطوير قدرات النساء الريفيات ليسهمن في تحسين أوضاعهن المعيشية. الدم من أجل التراب، الإغراءات القاتلة للسياسات العرقية. تحت هذا العنوان كتب عالم السياسة السويسري وأستاذ أبحاث الصراع الدولي لرئيس إريك سيدرمان مقاله المعاد نشره مترجما في الغد. في بدايات القرن العشرين ازداد عبث القومية العرقية بالحدود السياسية لتقود إلى تفكك الإمبراطوريات متعددة الأعراق، بما فيها إمبراطوريات هابسبورغ والعثمانية والروسية. وبتغييره حجم الوحدات السياسية لأوروبا أدى ذلك إلى تقويض توازن السلطة وأسهم في نشوب حربين عالميتين. ولكن عندئذ
جاءت الأعراف والمؤسسات الليبرالية التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتمكنت المبادئ والقواعد مثل التكامل الإقليمي والحقوق العالمية للإنسان والهيئات مثل الأمم المتحدة من تقليل الصراع القومي العرقي في معظم أنحاء العالم. واليوم أصبحت الحروب الكبيرة بين الدول والاستيلاء العنيف على الأرض كلها أشياء من الماضي تقريبا، كما انخفض معدل الحروب العرقية أيضا، لكن القومية العرقية عادت الآن إلى الصعود معنية الانتقام. في العام 2016 اختار المقترعون البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي على أساس اعتقاد بأن رؤية ما بعد القومية لهذه الهيئة قوضت السيادة البريطانية وهددت بتعرض المملكة المتحدة لاجتياح اللاجئين القادمين من أفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الأقل تقدماً من أوروبا. وفاز دونالد ترامب برئاسة البيت الأبيض في تلك السنة نفسها عن طريق اللعب على وتر المخاوف من أن الولايات المتحدة تتعرض للغزو من المكسيكيين والمسلمين. وعندما تولى المنصب لم يشتغل ترامب على تأجيج النزعات القومية العرقية فحسب، وإنما شوه وألحق الضرر بالقواعد والمؤسسات التي صممت لإنقاذ الجنس البشري من مثل هذه القوى. اعتنق قادة آخرون في العالم بشغف نسخهم الخاصة من القومية العرقية، وعبر أوروبا كسبت الأحزاب الشعبوية اليمينية التي تعارض الاتحاد الأوروبي والهجرة حصصا انتخابية أكبر، بل إنها أصبحت تتمتع بسلطة تنفيذية في كل من النمسا وهنغاريا وإيطاليا والنرويج وبولندا من بين أخريات. ما الغاية من إرسال شخص ما إلى السجن؟ هل الهدف هو العقاب أم إعادة التأهيل؟ منذ 20 عاما قررت النرويج خوض مقاربة جديدة في التعامل مع المساجين، واعتمدت نظاما جديدا مكنها بشكل كبير من خفض معدلات عودة المحكومين السابقين إلى عالم الجريمة. وتعنون شبكة البي بي سي: السجن الذي يتحول فيه المجرم إلى مواطن صالح. ويقول الموقع: كل نزيل في سجن هالدين في النرويج يكلف نحو 98,000 جنيه استرليني في السنة. الغريب في السجون النرويجية كما يقول مدير سجن هالدين أن ضباط السجن والسجناء يمارسون كافة النشاطات معا، وطوال الوقت يأكلون معا ويلعبون الكرة الطائرة معا ويمارسون أنشطة مسلية معا. وطبقا لمدير السجن، هذا يتيح لنا التفاعل بشكل فعلي مع المساجين والتحدث معهم وتحفيزهم. لا نريد غضبا وعنفا، نريد للمحكومين أن يكونوا هادئين ومسالمين. صمم سجن هالدين بحيث يقلل إحساس النزلاء بأنهم داخل سجن ويخفف توترهم النفسي ويجعلهم في وئام مع الطبيعة المحيطة. وقد حصل تصميم السجن الذي بلغت كلفته 138 مليون جنيه استرليني على العديد من الجوائز في عالم التصميم بسبب امتلاكه الحد الأدنى من الأناقة، وهو يقع وسط غابات جميلة من أشجار الصنوبر. أب في بريطانيا متهم بتمويل الإرهاب بعد قيامه بإرسال مبلغ بسيط من المال إلى ابنه المسجون في سوريا. وتعنون صحيفة الجارديان البريطانية على لسان الأب: ابني ما زال شخصا جيدا. وقالت كاتبة التقرير إن والد الجهادي جاك أدين مؤخرا بإرساله المال لابنه في سوريا، وأصر على أن ابنه الذي اعتنق الإسلام وهو في سن 16 عاما لا يزال شخصا جيدا. ويقبع الابن في سجن في شمال سوريا لاتهامه بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الصحيفة إن والدا الجهادي جاك، جون ليست وسالين لين، أدينا بتمويل الإرهاب، وذلك لإرسالهما أموالا لابنهما تقدر بنحو 223 جنيه استرليني في سبتمبر 2015. وقال الأب: إنني فخور جدا بابني، لقوله في مقابلة تلفزيونية أنه متقبل لفكرة البقاء في السجن لفترة أطول إن كان ذلك سيساعد على الإفراج عن النساء والأطفال أولا، مشيرا إلى أنه في حال وجد أي دليل قاطع على أن ابنه فعل شيئا خاطئا فسيكون أول من يدينه. وأضاف:
ربيت ابني على مناهضة الظلم والاضطهاد والإمبريالية، كما أنه شارك معنا عندما كان طفلا في مسيرات احتجاجية ضد الحرب في العراق، وختم بالقول إنه عندما علمت أن ابني جاك في سوريا فكرت حينها هل أجني اليوم ما زرعت؟ القائد الضرورة واللاعب الضرورة، تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله المنشور في العربي الجديد. لم تنهزم مصر أمام جنوب أفريقيا في البطولة الإفريقية المقامة على الملاعب المصرية، بل هزمها سياق عام من القبح والرداءة والقهر والقمع وانعدام الكفاءة وغياب العدالة والمشروعية بشقيها القانوني والأخلاقي. فاز المنتخب الجنوب أفريقي فريق مانديلا بقيمه الإنسانية والاجتماعية والوطنية الحقيقية والرياضية على منتخب عبد الفتاح السيسي المدجج بمعكوس كل ما سبق، فكانت لحظة نادرة من لحظات المنطق والعدل في ملعب الكرة. النتيجة الحقيقية هي هزيمة منظومة الدجل والشعوذة والنصب على الجماهير بالتعويذة البائسة تحيا مصر وأوهام قد الدنيا ومنطق المكسب الحرام والفوز غير الأخلاقي وغير القانوني، وهو المنطق السائد منذ قرر السيسي الانقضاض على السلطة وانتزاعها بالقتل والتخريب والإلغاء الكامل للسياسة وللعدالة وللحرية، وسط تصفيق حاد من جمهور تم إعطاب ضميره وذائقته، فوصل به الحال إلى القول انقلاب لكننا معه، جنرال دموي قاتل لكنه قائد ضرورة حتى يعود الأمن والاستقرار، نظام يبيع الوطن ويفترس المواطن الفقير ويؤسس فاشية عسكرية مرعبة، لكن لا يهم، يكفي أنه أنقذ مدينة الدولة وحافظ على الهوية. هذه النوعية من المصريين التي صفقت لعبد الفتاح السيسي بحجة أنه سيصنع وطنا قويا قادرا على الفوز، هي ذاتها التي صفقت وهتفت للاعب ليس فوق مستوى الشبهات، تحيطه اتهامات قانونية وأخلاقية بحجة أنه اللاعب الضرورة لتحقيق الفوز في المباريات التي انهزمت ليست مصر الحقيقية. فلا هذا المنتخب تم انتخابه انتخابا سليما ونزيها، ولا الجمهور المنتخب كذلك، يمكن أن تصفه بأنه جمهور كرة القدم الحقيقي في مصر، ولا الشخص الذي يتاجر بالمنتخب والجمهور وصل إلى السلطة بطريقة عادلة أو محترمة. صور ساحرة التقطها مصورو صحيفة الديلي تيليغراف تنوعت بين صور للطبيعة وأخرى لفعاليات مختلفة للحياة اليومية للبشر، تابعوها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. أصبح الكاريكاتير فناً قائماً بذاته، ومن خلاله يتم التعبير عن المواقف السياسية والاجتماعية وكيفية وكبقية الفنون. امتلك الكاريكاتير رواداً وجمهوراً واسعاً. مجموعة مرسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.